دولة متقدمة التقت بالحكومة والرؤساء الكتل كلها، والتقت في أهل السنة مجتمعين باجتماع عادي طبيعي جدا وهم مختلفين. أشكلوا على هذا الاجتماع الشيخ؟ شنو الأشكال؟ الإشكال أنه لم يكن العلم العراقي موجود. أشكلوا على طريقة الجلوس للزعماء السنة أو السفارة. أشكلوا اللقاء صار بالسفارة، بالسفارة التركية. السفارة أشكلوا على الجمع السني الدولي. قالوا كأنه قاعد بصف سفارة. والمدرس مالتهم قاعد سوانا شين الحجاب. السفارة الطائرة الباخرة من ترفع علم شيء الاستقلالية تعتبر دولة. طيب مو سياسيين بمناصب سياسية موجودة. دني البروتوكولات. أي. المفروض ينسقون بها جماعة العلاقات قبل يصير اجتماع. ممكن ينحط علم العراقي الاعتزمي، أنا أحطه بقلبي بخليه. أي. مو ممكن، وممكن أنت تشوفين دول تروحي لهم زيارات للمسؤولين يخلون بس علمهم. تصير هاي. جمع سني حاضر. شيخ. جمع سني حاضر. وزراء حاضرين. حاضرين. رئيس هاي. برلمان سابق حاضر. صحيح. حضروا. هذا المفروض يصير تنسيقات بين ال. ما تعتقد الجلسة كانت بيها خلل؟ مثل إيش؟ قاعدين كلهم بسراوين هيك ونصهم أردوغان. شو شو الخلل بيها؟ وين يقعدون أردوغان مثلاً؟ حطونه فوق السطح مثلاً؟ وين يخلوه؟ رئيس دولة وين يحطونه؟ بعدين إحنا مكرام، إحنا العراقيين أهل مضايف. شفتي سوى وأهل البصرة؟ من جو الخلايا جبل الطابة اللي صارت بالخليج، مو حتى بيوتهم مفتحوها هم دول العراقيين. فيجيني واحد أنا أكرم الضيف رئيس دولة وخوش هذا كبير كبير سن، وأنا ودي أحطه بالشعار. هذه شغلات بسيطة لا تدورون عليها، بحبشونا على غير شغلات مفيدة.